السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو كنتم تجار أو حرفيين أو مهنيين معنيين بالمساهمة المهنية CPE، نظام المساهمة المهنية الموحدة، غادي يولي عندكم الحق في التأمين الإجباري عن المرض بحال أجراء القطاع الخاص. من أجل الاستفادة من هذه الخدمة، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبوابة إلكترونية من أجل تسجيل للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. مبدئيا كنتجه لموقع ماسينيسيس.ما من أجل التسجيل. كننتظر 8 ثواني، من بعد كنضغطوا على هذا الرابط اللي هو www.masinis. من بعد كيتجه بنا لهاد الواجهه هادي. عندنا هنا في الايقونه الاولى كري مون كونت، حنا ما معنيينش بهذيك. تنضغطوا هنا على دوموند دي ماتريكولاسيون دان ترافايور دون سالاري، بالنسبه للعمال الغير الاجراء. كنضغطوا على هاد الايقونه، من بعد يتم الذهاب بنا لهذه الواجهة. هنايا كنديرو بطاقة التعريف الوطنية، ومن بعد كنضغطو على الأيقونة الفارغة اللي تحت من بطاقة التعريف الوطنية. كنعاودو هذا الكود هذا كاباتشا اللي هو 41. كنعاودو هذا الكود هذا 41 سي 5 اغ. كنعاودو هذا الكود هذا فوق لتحت، كنضغطو على سويفو. من بعد يتم الاتجاه بنا لهاد الواجهه هذه من اجل ملء المعلومات الخاصه بنا. هنا كاتيجوري بروفيسيونيل، كنضغطو على ريجيمي تي ان سي. هنا سو كاتيجوري تعطونا الاختيارات. هنايا لي ساج فام اللي هما القابلات، وعندنا لو بروفيسيونيل جيريديك الناس اللي كيشتغلوا اللي تابعين لوزارة العدل مثل العدول ومفوضين القضائيين اللي ما تيستافدوش من التغطية الصحية. لي بيرسون فيزيك دومين دو توريزم، الناس اللي كيشتغلوا في القطاع السياحة مثل الفوغيد او المرشد السياحي وغيره من الناس اللي كيشتغلوا في قطاع السياحة بصفة عامة وما كيستافدوش من التغطية الصحية. وعندنا لي بيرسون فيزيك دو دومين دو كوميرس، دومين دو كوميرس الناس اللي تيشتغلوا في التجارة. وبالنسبة للناس اللي موجودو اللي ما تينتميوش لأي وحدة في هادو، غادي يضغطوا على ريجيمي تي ان سي اللي عندهم شي قطاع من غير هاد القطاعات اللي مذكورة هنايا. غادي يضغطوا على هاد الأيقونة الأولى. بالنسبة حنا غادي نضغطوا على لي بيرسون فيزيك اكسخون دو ميتي دو لا دومين دو كوميرس، يعني القطاع التجاري. من بعد كندخلو النوم الاسم العائلي، من تحت منو كندخلو لو برينو اللي هو الاسم الشخصي، من تحت منو كندخلو ريفيرونس دوتوريزاسيون دو تي ان سي. الناس اللي كيصلحوا بالضريبه عندهم الروجيستر دو كوميرس، تيكون عندهم واحد الريفيرونس دوتيريزاسيون كيدخلوه هنايا، يدخلوا الريفيرونس. بالنسبه انا ما عنديش، انا تنوريكم الطريقه. هنا دات دو بوت داكتيفيتي، هنا كتدخلوا تاريخ فوقاش بديتوا النشاط ديالكم، هنا دات دو نيسونس تاريخ الازدياد ديالكم، هنا جينيك تختار يا اما ذكر او انثى ماسكولا او فيمينا. هنا تدخل رقم الهاتف ديالك
كتعاود تكررو من تحت الايقونه اللي تحت منها. من بعد هنا كتدخل الايماي ديالك، gmail.com. من بعد كتدخل ادريس بوستال بيرسونيل، يعني العنوان السكن ديالك، مثلا افي واحد ري 16 على سبيل المثال. من هنا ادريس بوستال بروفيسيونيل، يعني العنوان اللي كتزاول فيه المهنة ديالك او التجارة ديالك. كتدخل العنوان هنا لمزاولة المهنة، المكان اللي كتزاول فيه المهنة. من بعد كتضغط على فاليدي. من بعد ما كتضغط على فاليدي كيرسلوا لك واحد الرسالة بأنهم تم تسجيل الطلب ديالكم بنجاح، وغادي يتم ارسال او اشعاركم بواحد الرقم دو ماتريكيلاسيون. غادي يتم الارسال ديالو في البريد الالكتروني اللي كتبت لهم هنايا، او في الرقم الهاتف اللي وضعت له. غادي يرسل لكم على شكل اس ام اس. مهم من بعد ما تسجلوا ترقبوا وصول رسالة في البريد الإلكتروني أو عبر. بالنسبة لأي تساؤل خليه لي في التعليق نجاوبكم عليه إن شاء الله، وادخلوا وتسجلوا باش تستافدوا أنتوما والأسرة ديالكم. فهذه بادرة طيبة طالما انتظرناها منذ سنوات عدة. ادخلوا وتسجلوا واغتنموا الفرصة، وإلى اللقاء. وما تنساوش تدعمونا بزر الاشتراك والضغط على جيم باش يوصلكم كل جديد، وإلى فرصة لاحقة إن شاء الله عز وجل.